على مستوى كذلك دوري ابطال اسيا هناك ايضا يتعلق ويتعلق وهو هدفين فيما طبعا دياكي سجل الهدف وفارس جمعه هدف وتسديده ولكن كره القمرضاني توصل للشحي يلعبها وابعاد من جانب يونغ الكره توصل مره تسديده يا لطيف يا لطيف يا لطيف من داميان دياز صاحب 28 سنه اللاعب الذي كما ذكرت تالق في بوكا جونيورز الارجنتيني قبل ان يلعب في كولون دي سانتا ثم بعد ذلك هناك مع الاكوادور في الاكوادور مع برشلونه الاكوادوري خاب 68 في استاد الريان كان في اياب موسم 2011-2013 كان يخسر امام اهلي جده ونعرف تماما ان كما قرانا يعني ان اهلي جده عنده مباراه مهمه ومهمه جدا على مستوى الدوري السعودي مع النصر وبالتالي هو الان حسم المساله كره الطلع حسم المساله وصعد على مستوى دوري الابطال ب 11 فكره عندما يتحرك دميان دياز يتحرك فريق مدريد وحده مصدر الخطوره دياز الهرباش الكره معاه محاوله مرور ولكن ايضا الكره توصل مرتين ضربه ركنيه عموري يلعب الكره تتخلص تعود وترجع مره ثانيه الان لصالح فريق نادي الوحده يتقدم من العمق تمرير على الجانب الشمال عامر عمر يحاول امور يسدد ولكن خارج الملعب مش معقول في الكره هذه عامر يتقدم يا لطيف يا لطيف يا لطيف شوف البدايه لاحظ اريد تقدم ولا اروع يظهر لي كان من تقالي من فريق نادي الحين واحد اعمده مدافعين منتخب الامارات محاوله على طول محمد بن هاني يلعبها ولكن طال حارس المرمى تبقى خطيره رد فعل لخالد عيسى على طول والكره تروح رد فعل لخالد عيسى والكره تروح خارج الملعب محاوله كانت لاصحاب السعاده شوف اللعبه هذا هو هذا المنهالي عمل هنا وين للهرباش يسدد لكن يا سلام على الرشاقه والمرونه يا سلام على التوقيت ورده الفعل لحارس مرمى يمتلك من الامكانيات ما يمتلك الاماراتيه ضربه حره مباشره تتعب خطيره يا ساتر يا سلام دميان دياز على التنفيذ اذا محمد العكبري هو اللي الان يتواجد بديلا لمحمد الشحي وهو التبديل الثاني بالنسبه للسيد سامي جابر مدرب فريق نادي الوحده في هذه المباراه على كل حال يعني انتصار العين على الوحدة 4-0 ليس هو الأكبر لأن العين الكرة توصل لمحمد لعدل الهرماش على الجانب اليمين خطيرة هذه محاولة عرض الملعب تتلعب ولكن طاير خالد عيسى طاير مش في هذه المباراة طاير في كل المباريات مش في هذا اللقاء في كل اللقاءات مش محليا بل آسيويا يا سلام هذا والتيجالي الله عليك 12 هدف قبل الماضي كذلك أيضا أحرز البطولة أيضا قبل أن ينتهي الموسم هذا دليل